في 2006 طلعت. انت ظلت من 2002 تقريبا لين 2006 2006 لان كان عندي منصب اتحادي، انتقلت مع صاحب سمو الشيخ محمد الى منصب اتحادي، فلازم اطلع. كنت من بعض المناصب المحليه، فطلعت من المناصب المحليه. مع الاسف بعض الاشياء اللي استوت عقب ما طلعت ردت الامور مثل ما كانت، مثل ما كانت، يعني ضم كل شيء مع بعض، تحولت من اسس تجاريه الى كلها اسس حكوميه. التلفزيون او وسائل الاعلام تحتاج، الام بي سي مثلا يطبقون اسس جميله جدا، الاسس التجاريه في استراتيجيات واضحه في امور كثيره. بعد 2006 شويه اخذت الممارسات التقليديه القديمه، رجعت مثل ما كانت. واليوم يعني ابتعدت تماما عن موضوع الاعلام، لان دائما اقول في قطاعين في حياتي ما بدخلهم مره ثانيه، قطاعين متعبين وقطاعين يحتاجون. لا تقولي الاعلام منهم، الاعلام والرياضه. بعد الرياضه بيها بعد شوي يعني، بس الاعلام كان متعب. الاعلام متعب بمعنى الاعلام جميع المسؤوليات تقع عليك انت، واحد كتب عمود الو تليفونيات كيف هذا، برنامج ثقافي في انتقاد لشخصيات تاريخيه معينه، في صوره طالعه ورا بالغلط في اسم دوله بالضبط، حتى تتحول ان تعال المذيعة هاي باروكتها صح ولا غلط يعني. ففي النهاية أنت في الإعلام، الله يعين ناسها في الإعلام بصراحة يعني. أعطني بعض المواقف هي قد تبدو من باب شر البلية ما يضحك، بس هذا تبين أنت شلون حد يعني، أنت مشغول وعندك مشغوليات ومسؤوليات كثيرة، بس تيك يعني أكيد، بس ما دقوا عليك على موضوع الباروكة، حد دق عليك؟ لا بس انتقادات أو لا، والانتقاد يكون عالي على الإعلام يعني. الإعلام كل حد يبى الإعلام لازم تفهمه، كل حد يحب الإعلام وكل حد يكره الإعلام في نفس الوقت. برنامجك عمار حلو، ولكن لا مفروض كنت تسوي هذا، تقابل الشخصية الثانية فتسمع أنت أيضا كشخص. تخيل أنت العضو المنتدب وفي عندك كذا جريدة وعندك 12 إذاعة ومسؤول عن 3 إلى 4 قنوات تلفزيونية، وأنت أوردي مشغول في أمور ثانية عندك زين، فتدخل في أمور تفصيلية. فبصراحة 2006 يوم طلعت من الإعلام ارتحت نفسيا. معاناة. يوم طلعت من الرياضة ارتحت نفسيا. أنا بعرف شلون طلعت من الرياضة، بس أنت الأربع سنوات مالت الإعلام تحديدا كانت هدك أكثر. أنا طالع. بسبب موضوع الإعلام. أولا ما كنت طلعت في يوم في الأيام ما حد يدري إني أنا عضو المنتدب أصلا، لأني ما طلعت إعلاميا. ولا مرة طلعت في خبر أصرح إني العضو المنتدب ولا تكلمت على التلفزيون. ليش يعني؟ أنا عارف موضوع الإعلام ما با شخصيا، موضوع الإعلام إدمان، لازم تفهم الإعلام أيضا إدمان. موضوع أنه تكون مسؤول في القطاع الإعلامي مشاكله كثيرة جدا، الحساسيات اللي موجودة كثيرة جدا، الأخبار اللي فيه دائما فيها مشاكل، كتاب الأعمدة كتاب الرأي بعد أكثر. ففي النهاية أنا ارتئيت أن أنا شخص إداري، أفقه في السياسة وفي الثقافة وفي الاقتصاد وفي بعض المواضيع البسيطة، ولكن في الإعلام ممكن أدير مؤسسة إعلامية، ولكن ما بأدير جميع الأمور التحريرية. ف 2006 كان الخبر السعيد أن طلعت أنا، لا كان قرار شخصي يعني، أنه خلاص تحولت على المؤسسة الاتحادية. هو كان قرار شخصي ولا يتعارض مع يعني وجودك في الحكومة الاتحادية؟ لازم أتخلى مع بعض عن بعض الصفات المحلية. واحدة من القرارات أنا قررت أن في الإعلام ما أطلع من الإعلام يعني، كان قرار أوكي. تقلت على المؤسسة الاتحادية، ولكن قراري أن واحدة من المؤسسات اللي أطلع منها كانت مؤسسة دبي الإعلام.